السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم إن شاء الله في محاضرة جديدة في دورة CCNP in Core 350-401. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الـ VTP الـ VLAN Trunking Protocol وأيضا الـ Ether Channel، وعرفنا عملية How to Configure and Verify Both of them، يعني سواء الـ Ether Channel أو الـ VTP. اليوم نكمل موضوعنا في الـ Switching، نتكلم عن Protocol STP والـ RSTP والـ MSTP. عندنا 3 protocols، standard protocols. طبعاً هذه البروتوكولات لها هدف مهم جداً في شبكات الـ switching. راح نتعرف على هذه البروتوكولز، ما هو دور هذه البروتوكولز عندي موجودة، برضو عملية الـ mechanisms اللي بتعتمد عليها، الـ timers، الـ port states، عملية السكيورينج برضو لعملية عند استخدام هذا البروتوكول STP في الشبكة. فعندي عدة مفاهيم إن شاء الله منطوية. المطلوب مني في دورة CCNP in Core هو الـ RSTP والـ MSTP، لكن أنا من الضرورة أنه لابد نبدأ من الصفر أو من الـ Classic STP، لأنه عدم فهمك لهذا الشيء وتطلق مباشرة تنطلق مباشرة على الـ RSTP راح يخلق عندك gap. وبالتالي راح ناخذ الـ STP بالتفاصيل، بعدين نعمل comparing، نقارنه بالـ RSTP إن شاء الله، وفي النهاية راح نتكلم على الـ MSTP. طيب، بروتوكول الـ STP اللي هو اختصار بروتوكول Spanning Tree Protocol، وهو تحت ستاندرد اسمه IEEE 802.1D، هو ستاندرد بروتوكول. هذا البروتوكول تم إنشاؤه في شبكات السويتشنج لأن شبكات السويتشنج تعاني من شيء بنسموه البرودكاستنج ستورم، بتعاني من شيء اسمه البرودكاستنج ستورمز، والهدف من هذا البروتوكول هو حماية السويتشنج نتورك from عملية البرودكاستنج ستورمز. طبعا البرودكاستنج ستورمز ممكن تقود لعدة أشياء راح نتكلم عنها في التفاصيل. خلينا ناخذ الهدف او نشوف شو مشاكل عندي الشبكة السويتشنج، ونشوف ما هو دور هذا البروتوكول، بعد ذلك ننطلق نشوف مبدا عمله. نفترض عندي الشبكه الموجوده عندك في زي ما انت شايفه عندي في الصفحه. طبعا انا حاط لك هون شيء اسمه ميراكي سويتش. اللي ما بيعرف عن ميراكي سويتشز، ميراكي سويتشز من الفيرجنز الحديثه على نزلت في سيسكو. انا حطيته كالمسمى تبعه او حطيته كنستخدم، هو بيعتبروه cloud based switch، يعني انت بتقدر تعمل مانجمنت له على طريق الكلاودنج، يعني بيختلف عن الكاتاليست سويتشز. ميراكي سويتشز برضو ما بتعتمد على command line configuration، إلها إشي اسمه graphical user interface، يعني انت بتعمل اعدادات على software او برنامج. بس هذه كمعلومة حبيت انك تصل لك، فتسمع بكلمة ميراكي سويتشز في السيسكو، هي بتعتبر cloud based switches and use the GUI interfaces for configuration. يستخدموا الـ GUI interface اللي هو graphical user interface، إلها software مجرد ما تعملها plugin في الشبكة بيظهر عندك هذا software. طبعا تعمل إعدادات الـ routing والـ protocol، يعني مختلف أنواع الـ routing أو الـ switching، كل إعدادات هذه بتتم عن طريق الـ software الموجود معها، وهو برجع بأكد يعتبر cloud based switches. بس هذه المعلومة أنا بحب واضع لك تحت كل سويتش أنا واضعه عندي في الرسومة اسم أو نوع هذا السويتش. الهدف منه إنك لما تنطلق للحياة العملية تعرف بالنظرة إنه هذا السويتش أنا بشتغل عليه هو ميراكي، هذا 2960، هذا 3850، هذا 4500. هذا الشيء راح يعطيك دعم، وأتمنى إنك تركز في هذه المسميات لأنه في الانفايرمنت راح تصير تميز فيها. بداية خلينا نتكلم في موضوعنا الأساسي هو الـ Spanning Tree Protocol. شبكة الـ Spanning Tree Protocol بتعاني من موضوع أو الـ Switching نحكي تعاني من إشي اسمه الـ Broadcasting Storm. Broadcasting Storm. لنفترض المثال التالي. ركز معي على تفهم بالضبط شو الميكانيزمز اللي الـ STP الهدف منه. لنفترض إنه عندي هون موجود PC. Okay. أنا موجود عندي هون PC. مشبوك عندي على الـ Switch الموجود عندي هون. هذا الـ PC بعث Broadcasting Message. شو يعني Broadcasting Message؟ يعني Unknown Destination، مش معروف إلها Destination. أنا بعث بهدف مثلا أحصل على خدمة، مثلا في حالتي كان عندي DHCP Server، مش كنا نبعث دورة Message Discovery Request Offer بعدين Acknowledgement.
طيب بعث انه هدف يحصل على دي اتش سي بي او يحصل على اي بي من دي اتش سي بي 0، فبالتالي هو بعثه في السورس، السورس راح يحط في في البرودكاست مسج تبعيته راح يحط مثلا السورس الماك ادرس تبعه، صح؟ السورس ماك ادرس طبعا راح يحط السورس ماك ادرس تبعه، والديستنيشن راح يكون اف 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 معناته تو انون ديستنيشن، تو انون ديستنيشن. طب كيف بتعامل السويتش عندي في البرودكاستنج؟ السويتش كما بنعرف انه بتعامل مع البرودكاستنج على سبيل انه وصل هذا الفريم، وصل عندي للسويتش، هذا الفريم وصل عندي للسويتش. السويتش شو راح يعمل؟ راح يعمل لما يصلوا سويتش ويطلع الديستنيشن ماك ادرس ويشوفوا هذا الديستنيشن ماك ادرس از انون، راح يبعثوا على كل البورتس الموجودين عنده ما عدا البورت اللي استقبلوا منه. البورت اللي استقبلوا منه هذا البورت، لكن راح يبعثوا على كل البورتس ما عدا البورت اللي استقبلوا منه. طيب لما يصل اذا بعد راح يبعثوا على البورت المتجه للسويتش 3 وراح يبعثوا على البورت المتجه الى سويتش 2. لا يصل عندي برضو هذا البرودكاست للسويتش 2. السويتش 2 شو راح يساوي؟ برودكاست شو راح يساوي فيه؟ راح يبعثوا على كل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي وصلوا منه، وصلوا من هذا الانترفيس. طيب وعلى انترفيس ثاني راح يبعثوا لهذا الانترفيس. تمام نفس الشيء هون سويتش 3 راح يصلوا البرودكاست من هون، طبعا وصلوا هون البرودكاستنج راح يبعثوا على كل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي وصلوا من راح يبعثوا من هون بالضبط، راح يصلوا نفس الفريم على عندي يصل عندي على سويتش 2 برضو السويتش 2 راح يبعثوا من هون، راح يبعثوا كل الانترفيسز موجوده عليه، وكان عليه انترفيسز اخرى راح يبعثهم عليها ما عدا الانترفيس اللي وصلوا منه الفريم. طيب هذا وصلوا 2 فريمز، شو راح يعمل؟ الفريم اللي وصلوا من اتجاهات السويتش 1 راح يرجع يبعثوا من هون، والفريم اللي وصلوا من الاتجاه الاخر راح يرجع يبعثوا من هون. طيب ايوه بيصل هذا الفريم اللي اجى من الطرف الاخر لهون عند السويتش هذا، راح السويتش هذا يوديه على كل انترفيس ما عدا وصلوا منه، ورد نفس الشيء هون راح يوديه لكل انترفيس ما عدا الوصل منه، نفس الشيء اللي هون الطرف الاخر مش يوصل الفريم اللي جاي من عنده من الطرف هذا راح يبعثه ايش للطرف هذا، وهذا الطرف راح يبعثه لهيك. ايش صار عندي هيك العملية؟ ايش هاي صارت؟ صار عندي لوبينج، يعني بتظل العملية تلف وتدور وتلف وتدور، هذا بيسموه لوبينج، هذه بيسموه لوبينج في الشبكة، هذه هي مسمى البرودكاستنج لوبينج. انه انا في حال صار عندي برودكاست ترافيك في السويتشينج انفايرمنت، طبعا هذا لا يحدث في الراوتينج، الراوتينج راح احكي لك عنها وراح اسالك سؤال مميز فيها، راح يحدث شيء اسمه برودكاستنج لوب في حال انا صار عندي برودكاستنج ترافيك. طبعا راح يكمل هذا مش هون وصل، راح يصل هون راح يبعثوا راح يبعثوا هون، وراح تظل العمليه دواره ويصير عندي لوبينج. لوبينج يعني بيرفورمانس، راح يقضي على البيرفورمانس للشبكه، راح يعمل لود هائل على الشبكه، راح يعني الشبكه باحتمالات الكبيره تقع، وعندك ايش يصير عندي crashing للديفايسز كمان تبع، يعني اذا كانت infinity loop راح يساوي عندي infinity loop هون، ممكن مع الوقت يصير عندي crashing للديفايسز. طيب هذه اول مشكله. المشكله الاخرى انتبه معي ايش برضو هذا اللوب شو بياثر عندي، ركز معي. خلينا ننظر للسويتش 1، قلنا له احنا السويتش بالبدايه سويتش 2 بعث لموصل برودكاستنج من الديفايس، بعثه للطرف هذا وبعثه للطرف هذا، صح؟ وهذا الطرف بعثه لهون ووصل هون، وصل عندي السويتش هذا. طبعا طبعا السويتش كل ما يصل عنده البورت ايش بيسجل، يعني انا مثلا السويتش هذا خلينا نيجي سويتش 2، لما يجي البرودكاستنج عنده على الانترفيس هذا بيطلع السورس ماك ادرس، بيقول ايش السورس ماك ادرس تبع الديفايس، بيكون حاط السورس، بيسجل البورت هذا مباشره بالسورس ماك ادرس للديفايس. تمام نفس الشيء انه انا تعلمت على البورت هذا الماك ادرس الفلاني لكن ما بيعرف الديستنيشن، اذا برجع باكد نفس الشيء الفريم راح يصل عندي للسويتش 2 على الانترفيس هذا اللي وصل عندي هون، الانترفيس اللي وصل عندي هون راح يسجل انا من الانترفيس هذا تعلمت الماك ادرس للديفايس. تمام لما يصل برضو هون يبعثوا للسويتش هذا، السويتش هذا راح يسجل انا على البورت الفلاني انا تعلمت الماك ادرس لهذا الديفايس.
من الطرف الآخر شوف شو بصير عندي. لما يصلوا برضو هذا السويتش راح يصلوا هون وراح يتعلم منه إنه الماك أدرس إنه الديفايس الفلاني بقدر أصله من البورت الموجود عندي هون. نفس الشيء هذا راح يتعلم إنه يقول والله الماك أدرس هون. وصل عندي، يصل عندي لهون. راح يرجع هذا كمان يصلوا الكابي الفريم اللي إجته من سويتش 2 هون، وراح يقول أنا تعلمت كمان الماك أدرس للديفايس الموجود عندي هون إيش على البورت هذا. راح يحذف انه تعلم من البورت هذا ويرجع يسجله بالبورت هذا. بعدين مع اللوبينج كل مره راح يحذف، فاهم شو قصدي؟ اتوقع راح يحذف بالماك، يعني راح مره يتعلم، راح مره يتعلم الماك ادرس الديفايس هذا على البورت هذا، ومره يتعلم على البورت هذا. راح يظل يحذف بالداتابيز ويعدل يعدل يعدل يعدل. تخيل قديش راح يساوي عندي اوفرلود على الداتابيز تبعيته او على السي بي يو. هذا بيسموه انه انا received multi copy frames and data instability. هذا يسموه data instability او ما بسبب مين؟ طبعا data instability بسبب انا عندي قاعد عم receiving a multi frame copies على different ports، وانا قاعد بظل اعدل بالداتابيز بناء على هذه ايش الميكانيزمز اللي بتصير عندي. فهذه مشاكل البرودكاستنج عندي في شبكات السويتشنج. الأول وهو البرودكاستنج، والبرودكاستنج راح تقود عندي لمالتي كابي فريمز، والمالتي كابي فريمز راح تصير عندي داتا انستابيليتي يعني غير مستقرة. راح يظل يعدل في الماك ادرس تيبل تبعه، يشيل ويحذف. أنا تعلمت إنه الديفايس هذا موجود على البورت، بعدين راح يقول أنا تعلمت من بورت. لما يصل فريم من هون، لما يصل فريم من هون راح يقول يحذف هذا إنه أنا تعلمته من هون، وراح يسجل إنه أنا تعلمته من هون. راح يرجع يصله مع اللوبينج فريم من هون، راح يحذف انه انا تعلمته من هون، من هون سوري، ويحط انا تعلمته. راح يصير عندي انستابيليتي في الشبكه، وهذا قلت لك انه ميبي يعني هذا الشيء راح ليدنج الى ا بيج بروبلم في الشبكه. ممكن يكون عندي كراشنج في الديفايسز، ممكن يكون عندي مشكله يعني الشبكه مره واحده تشوف الديفايسز كوربتد، يعني تصير فيها مشاكل وتخرب يعني. فهذه مشكله البرودكاستنج عندي. طيب للتغلب على هذه المشكله إيش الحل برأيكم؟ نحذف هذا من الكلام كله، فهمنا اللوبينج والستورمينج. طيب للتغلب على هذه المشكلة راح تقول لي إنه أنا لابد إنه أنا أعمل أحد البورتات الموجودة عندي في الشبكة أوف. إذا عملت أحد البورتات الموجودة عندي في الشبكة أوف، هل مثلا على سبيل المثال نفترض هذا البورت أنا عملته أوف، عملته دخلت على البورت وقلت له شات داون، تمام؟ إذا كان عندي ديفايس هون وبعث ترافيك، هل راح يصير عندي لوبينج في هذه الحالة؟ هل راح يصير عندي لوبينج؟ مش راح يصير عندي لوبينج. راح ينبعث البودكاستنج، راح يبعثه من هذا الطرف، لكن لما يبعثه من هذا الطرف هذا البورت أوف راح يعمله دروبينج، صح؟ راح يصل لهون، راح يصل هيك، وراح يصل هيك، وراح يصل هيك. صار عندي لوبينج، هذا البورت وقف المشكلة. إذن أحد إني أوقف أحد البورتات الموجودة عندي في الشبكة في حالة الأوف، وبالتالي أنا ممكن أعمل providing looping. هذا هو الهدف الأساسي من الاستبي. الاستبي الميكانيزم تبعته راح تنتهي في إنه تجعل أحد بورتات السويتش في حالة الشت داون، سوري نص شت داون، في حالة بيسموها البلوك ستيت، يعني مقفل غير قابل انه يعمل فوروردنج للترافيك اذا وصلوا هذا الترافيك، بحيث يمنع اللوبينج. هذا الهدف الاساسي من بروتوكول اس تي بي. راح نفهم مبدا عمله مع بعض اخرى شوي، لكن قبل ما افهم مبدا عمله عندي سؤال جوهري. السؤال بيقول لك كالتالي: في شبكات، لنفترض هذه الشبكة كانت routers. Do we need STP in routers؟ إذا سألك سؤال واحد، هل نحتاج الـ STP في الـ routing topology؟ راح تقول لي لا، أكيد ما بنحتاجش الـ STP، والـ STP صمم على switching. How do we need it for نحتاجه for sorry for routing؟ بالتأكيد الـ routing protocols لما صممت طبعا فيها looping، فيها بعض الأنواع من الراوتينج protocols فيها looping، مثل بروتوكولات الديستانس فيكتور وبالأخص الريب.
طبعا الريب هسه انقرض، لكن كان في ميكانيزمز بيعتمد عليها، وراح احكي لك واحد من اهم الميكانيزمز في اللوبينج او في الراوتينج اللي بتهدف الى عمليه منع اللوبينج اذا صار عندي برودكاستنج. الراوتينج بروتوكولز ارجع بقول اللي هو الريب بروتوكول، اللي هو كان يحدث فيه بعض مشاكل الراوتينج او بيسموها اللوبينج في الراين راوتينج، يعني كان في عندي مشاكل في اللوبينج اذا كنت مشغل الريب. لكن طلعوا ميكانيزمز بعديتها حلت هذا الشيء، مثل السبليت هورايزون، مثل البايزون، اتوقع مثل الهولد تايم تايمر، مثل عندي بويزنينج، كانه كمان في تكنيك اسمه البويزنينج روت. فكان عندي ميكانيزمز حتى لو صار عندي لوبينج، حتى لو صار عندي لوبينج اني امنعه، في خصوصا بروتوكول الريب. طبعا البروتوكولات الحديثه مثل البي جي بي والاي اي جي ار بي والاو اس بي اف والاي اس اي اس، هذه بروتوكولات اتس اوريدي بيلت ان، يعني مبني فيها تصميمها شيء اسمه لوب بريفنشن، لوب بريفنشن ممنوع فيها، ففيها لها ميكانيزمز والجوريثم شغال عليها اوريدي. لكن بدي احكي عن فيتشرز اساسيه في عالم العالم شو اسمه الراوتينج او اللاير 3، اللي هي بتمنع الى حد كبير موضوع اللوبينج. موضوع اللوبينج شو هي؟ تي تي ال، تايم تو ليف. حط هذا المفهوم في بالك وراح ارجع احكي عنه في الراوتينج. تي تي ال لما نحكي عن الباكيت، الباكيت هيدر، كيف الباكيت هيدر؟ تي تي ال تايم to live، هذه value موجودة في الباكيت هيدر. في فرق بين الباكيت هيدر والفريم هيدر. الفريم هو layer 2، أما أقول باكيت في هو layer 3، تمام؟ TTL مش موجودة عندي في الفريم، TTL مش موجودة عندي في الفريم. لو وجدت في الفريم ما صار عندي البرودكاستنج، شو اسمه عندي البرودكاستنج ستور. ليش؟ التي تي ال بيسموها الماكسيمم فاليو ذات نيدد فور ذا داتا تو ترافل ثرو ذا نتورك. طبعا باي ديفولت الماكسيمم فاليو عباره عن 255. هذه الفاليو في الراوتينج، كل ما الباكيت تمشي، على سبيل المثال هذه راوترز، كل ما الباكيت تمشي على عندي راوتر، كل ما تمشي على راوتر بتقل بقيمة واحد. هي نعتبر انه الماكسيمم فاليو لها هذه تي تي ال عبارة عن 255. كل ما الباكت تقفز على نيو ديفايس راح تصير لها ديكريمنت بمقدار واحد، يعني وصل لها 254، وصل لها 253، وصل لها 252، وهكذا حتى تصل هذه الفاليو الى الصفر. مجرد ما وصلت هذه الفاليو الى الصفر في الباكت، الباكت بنعملها دروبينج عند اي ديفايس وصلت له. ليش؟ خلاص بقول لك اتس ان فاليد، اتس ان فاليد انها تظلها، لان هذه بيعتبرها بتسبب له لوبينج، انها مشت 55 255 هب. وهذا الميكانيزمز اللي بيهدف انه نمنع الانفينيتي بيسموه لوبس في الراوتينج، وهذا احد الميكانيزمز اصلا اللي هي عمليه التي تي ال تايم الموجوده في الهيدر. وبالتالي شبكات الراوتينج تخلو حاليا ممكن نقول من موضوع الراوتينج، سوري الحديثه ومع البروتوكولات الحديثه تخلو تماما من موضوع اللوبينج. تمام، لو التي تي ال موجود في الفريم راح ايش؟ ما يصير عندي ستورمينج، يعني ممكن يكون ستورم على اذا كان عندي 255 الهب، طبعا هاي الماكسيمم فاليو الها، ممكن تكون 128 الفاليو تي تي ال، يعني يمر على 128 هب بعدين يعمل له دروبينج، ما يصير عندي انفينيتي لوبينج او برودكاستنج زي ما صار عندي في السويتشنج. فالتي تي ال تايم تو ليف هذه فاليو اتس اوريدي بيلت ان في الباكيت هيدر. باكيت هيدر اللي هو اللاير 3، احنا الداتا بنسميها في اللاير 3 باكيت، باكيت هيدر ايش؟ فيها فاليو اسمها تي تي ال، هذه الفاليو بنعملها ديكريمنت باي ستيب، او كل هب او كل كاونت قاعد تمشي عليه او كل ديفايس بيعملوا لها ديكريمنتد بمقدار واحد، بحيث لما تصل زيرو يصير لها دروبينج، وهي احد الميكانيزمز فور لوب بريفنشن في الراوتينج، ويا ريت انا موجود في السويتشنج. تمام، هيك فهمنا شو هذه الشغلة. طيب ننتقل لنتفاهم مع بعض، هذه بدي اخلي لك اياها هون، هذه نوت عشان نتذكرها.
طيب ايش اكس؟ طيب تي تي ال اكتب لك عليها تحتيتها routing loop prevention. It's one of the mechanisms المعتمدة أو في عملية routing loop prevention. لكن it's not موجودة. طبعا هي موجودة في الباكت هيدر. باكت هيدر. أما الفريم it's not إنها مش موجودة. الفريم أنا بسميه في حالة السويتشنج يعني layer 2. تمام هذه نوت لكم. طيب خلينا نشوف مبدا او البروسيس اللي بتصير عندي في عالم الاس تي بي. كيف الاس تي بي بيعمل؟ هاو داز ات ورك؟ هاو داز ات ورك في عندي في الشبكه؟ ببساطه الاس تي بي عنده ميكانيزمز بيبدا فيها في اختيار البوس سويتش از ا بوس. هذا السويتش از ا بوس راح يعمل على انه موضوع التوبولوجي انستابيليتي، انه يبني التوبولوجي بشكل سليم ويتحدد في هذا الشيء مين راح يكون البلوك بورت حتى يمنع لي موضوع ال شو اسمه اللوبينج. كيف بيصير عندي اول شغله في عمليه اول عمليه بتصير عندي كالتالي؟ راح يتم تحديد احد السويتشز از A root bridge. يتم تحديد أحد الـ switches as a root bridge. وخلينا نمشي هون. أنا كاتبه هون. طيب. هون. خلينا نشرحها هون. هذه election process أو process تبعية spanning tree protocol. أول شغلة راح يتم تحديد a root bridge is elected. لازم يتحدد root bridge. كيف يتم تحديد الروت بريدج؟ شو الروت بريدج؟ هو البريدج او الموست سنترلايزد سويتش في الشبكه، هو النقطه المركزيه عندي في شبكه السويتشنج، هو النقطه المركزيه اللي مسؤوله عن الشبكه راح تكون. كيف يتم تحديد الروت بريدج؟ في عندي تو شغلتين. اول شغله every switch طبعا عليه له priority، every switch له MAC address. every switch has شيء بنسميه الـ priority number وإله إيش اسمه MAC address. الـ switch with أقل طبعا الـ priority with the MAC، الـ priority مع الـ MAC بنسميهم إشي اسمه bridge ID. bridge ID. خلينا نكمل هون بعدين ننتقل غد أحسن، ما كملناش كل إشي هون. كالتالي حكينا انه avoid broadcasting multi frames STB is open standard. لازم نحكي بعض الاشياء قبل ما احكي لك البروسيس، افضل على اساس انك تتماسك المعلومات في بعض. طيب طبعا STB is enabled by default in here. طبعا STB is قلنا هو standard والstandard number IEEE 802.1 اوكي contains packet. طيب في عندي هلا العملية الالكشنز لما يصير عندي عملية الالكشن اللي حكي عنها قبل شوية، في عندي اشي اسمه مسج لما يصير عندي تخاطب في الشبكة وحتى يبنوا الشبكة بشكل سليم ويعرفوا مين الروت بريدج ومين البلوك بورت ومين اللي راح يكون شغال ومين اللي راح يكون عليه يعني اللي هو البورت اللي راح يكون بلوكت. طبعا بتتم عملية الالكشن او الكوميونيكيشنز في السويتشز عن طريق اشي بنسميه PBDU messages. PBDU messages protocol data unit messages. هذه البروتوكول داتا من يونت يعني السويتشز راح تتبادل مع بعضها معلومات خاصة فيها بهدف انها تبني التوبولوجي تبعية الشبكة بشكل سليم. هذه مسجز راح تكون بين الاطراف المختلفة راح يبعثوهم مع بعض، اسمها PBDU messages protocol data unit messages. راح يصير هذا التخاطب تخاطبوا مع بعض باستخدام شيء اسمه PBDU messages. طبعا هذه PBDU messages تبعث كل 2 BBDU تبعث كل 2 second كل 2 ثانية.
ايش الهدف منها؟ الاطمئنان. وهي زي ما اقول، زي ما بقول لك والله مسج هلو، يعني بقول له هلو، هاي معلوماتي، امورك تمام؟ اموري تمام، عرفت شو انا عندي وشو عندك بالضبط؟ بقول له تمام. فهذه المسج هدف منها عمليه انه تبني توبولوجي انستابيليتي، سوري ستابيليتي، توبولوجي استابيليتي، استقرار الشبكه، ويتحدد مين هم راح يكون الرئيس، مين راح يتحكم في المعلومات، مين راح يكون روت بورت، مين راح يكون ديزجنيتد بورت، مين راح يكون بلوك بورت، وهذا الشيء. فهذه المسج بسموها البي بي ديو مسجز. طبعا تحتاج داخل هذا البي بي ديو مسج راح تلاحظ عندي عدة معلومات بيتم تبادلها. طبعا اللينك تبعها عبارة عن 35 بت، داخلها عندي عدة معلومات، البروتوكول اي دي، الفيرجن، المسج تايب، فلاجز، روت. طبعا البروتوكول اي دي هل هو انا بستخدم اس تي بي ولا ار اس تي بي؟ ار اس تي بي هو نيو فيرجن من اس تي بي. الفيرجن طبعا نوع الفيرجن انا بشتغل عليها، المسج تايب، هل التايب المسج هي راح نحدد، انا بنحكي عن شيء اسمه، هل هي مسج فور كونفيجريشن او هل هي مسج فور مثلا توبولوجي تشينج، صار عندي تشينج في الشبكه، هل هذه المسج يعني هذه مجموعة داتا أو هذه الفلاجز الموجودة داخلها indicate something for the BBDO. في عندك الكوست باث، في عندك البريدج اي دي راح نحكي عنه، راح البريد البورت اي دي راح نحكي عنه، المسج ايج والماكسيمم ايج والهالو تايمر والفورورد ديلي تايمرز، كل هذا الشيء راح نحكي عنه أخرى شوي. تمام، حكينا قبل شوي كمان، طبعا هذه المسج تبعد على برودكاست مسج، البي بي ديو تبعث على برودكاست ادرس اسمه 01802040، اوكي تبعث كل 2 ثانيه بين السويتشات حتى يتاكدوا امورهم تمام وانه التوبولوجي المبنيه سليمه وما فيها اي لوبينج. طيب قبل ما احكي عن الليكشن بدي تفهم شيء اسمه انه افري سويتش، كل سويتش موجود عندي له شيء اسمه نسميه البريدج اي دي، بريدج اي دي يعني رقم مميز، يعني زي بقول ليبل، هذا إله، هذا بعرفني انه هذا الليبل هو السويتش الفلاني. هذا الليبل او البريدج اي دي، طبعا ليش بريدج بتقول لي اي دي، ليش مش سويتش اي دي؟ بعض الكتب بتسميه سويتش اي دي، وبعض الكتب بتلاقيه في معظم الكتب او معظم الكورسز مسمى بمسمى بريدج اي دي. طب شو الاختلاف بين هذا وهذا؟ ما في اختلاف. طبعا المسمى، أنا أحكي لك شو المسمى بشكل سريع. المسمى بريدج اي دي وليس سويتش اي دي موجود أول ما تم اختراع الإسبانيك تري، تم اختراعه في عام 1985 ما كانش في عندي مفهوم السويتشنز، كان مفهوم البريدجينج، كانش في سويتش، كان البريدج ديفايس. احنا حكينا عن البريدج في المحاضرات السابقة، قلنا هو السويتش يعتبر بريدج with multi بورتس، نفس الفانكشناليتي البريدج والسويتش، لكن السويتش بيعتبر مالتي بورتس. فكان البريدج ايام هذيك، والسبانينج تري اول ما طبق على البريدج توبولوجي، البريدج توبولوجي، فبالتالي ظل مسمى بريدج اي دي وليس سويتش اي دي. لكن اول سويتش احنا بنعرف اول سويتش تم اختراعه في عام 1993 من قبل شركه امريكيه اسمها كالبا، واول هم اخترعوا السويتشنج، يعني ما كان السويتشات في عام ما تم اختراع الاس تي بي اصلا، اول ما تم اختراعه اخترع لحل مشكله اللوبينج في البريدج ديفايسز وليس السويتشنج، عشان هيك بتلاقي مسمى بريدج اي دي نوت سويتش اي دي. ممكن نقولها بسويتش اي دي اتس اوكي، بس هي بمعظم الكورسز او الماتيريالز او الريفرنسز راح تلاقيها باسم بريدج اي دي. طيب هذه بس كمعلومه لك. البريدج اي دي بيحتوي على شغلتين، اول شيء بسموه البريوريتي، وإشي بسموه الـ Extended System ID. طبعاً الـ Priority والـ Extended System ID بتأخذ عندي 2 بايتس، إلها 2 بايتس محجوزة، أي بمعنى 16 بت، والـ MAC Address اللي هو عبارة عن 6 بايتس، يعني هو منعرف إنه الـ MAC Address عبارة عن 48 بت، 6 بايتس. طيب الـ Combining، يعني Combining 2 bytes of priority and extended system مع 6 bytes، هذا بيمثل لي bridge ID. وتوضيح أكثر تعال نشوف شو يعني priority، شو يعني extended system، وهذه الأمور كيف نربطها مع بعض. هون عندي الرسمة موضح لك بشي تفصيلي شو يعني extended system والbridge ID. طبعا احنا بنعرف MAC address، ذكر الماك address بنعرفه اللي هو له 6 bytes.
طيب البريدج برايورتي، البريدج برايورتي هو رقم مميز للسويتش لحتى يعرف، يعني هو زي ليبل او اي دي له داخل الشبكه، والله لما يصل السويتش الفلاني اي دي بفلان يعرف انه هذه هذا الاي دي يتبع للسويتش الفلاني، تمام؟ وهذا الاي دي والبريدج اي دي يتم زي ما حكيت لك هون يتم تبادله في البي بي ديو مسج، هي موجود عندي متضمن وله 8 بايتس، 2 فور برايورتي اكستند سيستم و6 فور ذا ماك ادرس، موجود في البي بي ديو مسج اللي بيبعثها بين بينهم البعض حتى يصيروا يبنوا التوبولوجي. طيب نرجع هون، طبعا السويتش برايورتي إلها اعتماد معين في عملية الترقيم، ترقيمها يبدأ من 0 بعدين بنضيف 4096 بعدين نضيف 4، يعني كل مرة لازم تكون increment، تبدأ من 0 والإنكريمنت دائما بين كل بريدج اي دي والثاني لابد يكون بمقدار 4096، يعني بالشكل التالي 0 4096 8192 12000، يعني هنا الفرق 4096 بين هذا وهذا 4096 4096 وضيف 4096 راح يعطيك الرقم القادم. فهذه الصورة لعملية اللي هو السويتش برايورتي تكتب. طيب شو مقصود بالسيستم اكستندد؟ هذه مهمة جدا جدا جدا. السويتش اي دي اكستندد طبعا هو قبل ما يصير عندي بروتوكولات اللي اشي بيسموها البير فيلان بروتوكولز ما كانش موجود عندي السيستم اي دي. السيستم اكستندد سيستم اي دي ايش طوروه بعد ما ظهرت عندي بروتوكولات البير فيلان سبانينج تري. بير فيلان سبانينج تري شو مقصود في هذه البروتوكولات؟ انه كل فيلان عندي في الشبكة راح يكون إلها سبانينج تري خاص فيها، يعني لا تفترض انه الشبكة الموجودة عندي بالتالي هون لو كان عندي في على السويتش هذا 10 فيلان راح يكون في عندي 10 سبانينج تري، كل سبانينج تري للفيلان المخصصة له، يعني عندي 10 سبانينج تري 10 فيلان يعني 10 سبانينج تري، 15 فيلان عندي 15 سبانينج تري راح يكونوا شغالين عندي. هذا نوع او مود من الاس تي بي، او يعني هو مود من الاس تي بي والار اس تي بي، في كل واحد منهم في له مود اسمه بير فيلان وهو سيسكو بير فيلان سبانينج تري بير فيلان سبانينج تري. طيب مع ظهور هذا المفهوم راحوا طبعا البريدج برايورتي كان مسبقا هو كله هذا ما كان في اكستندد اي كان 16 بت، راح استعاروا من البريدج اي دي بقدر 12 بت واعطوها للسيستم اي دي اكستنشن اللي بيمثل الفيلان ايش اللي بيغذيها. يعني انا على سبيل المثال كالتالي لما اقول لك برايورتي بمقدار 32769 البريدج برايورتي فاليو من هذا الرقم، البريدج برايورتي فاليو من هذا الرقم راح يكون عندي ممثل عندي ايش هذا الرقم، او قبل كالتالي انا قلت لك انا عندي بريدج برايورتي في فاليو مقداره 32000 مثلا و768 وانا هذا السويتش بدي اياك تطلع لي البرايورتي له للفيلان 10 فيلان 10 راح ياخذ الفيلان 10 رقمها كرقم، راح الفيلان 10 راح تكون 8 و2 رقمها قديش الفاليو تبعها يعني توتال 10 صح، وراح يضيف على البرايورتي تبعيته يعني بصير عندي 32778. فاهم شو قصدي؟ الاكستندد اي دي سيستم بيمثل الفيلان، باختصار بيمثل الفيلان. يعني انا لما اقول كان بكون كاتب لك 32000 لما تشوف السيستم 768 واذا كانت البرايورتي 32768 معناته مضاف لها هذا الاي دي هذا اللي هو 69 بيغذي فيلان واحد، بيغذي فيلان واحد لانه بيمثل الديفولت فاليو او سوري بيمثل الفاليو اوف برايورتي 32000 مضاف لها الرقم واحد اللي هو بيمثل فيلان واحد. مدريش إذا وصلت، لكن خنأخذ لك مثال كاتب لك example. example بيقول لك a switch left with the default priority. طبعا default priority على switches هي مكتوب لك إياها هون، هي عبارة عن 32768.
هذه الديفولت برايورتي على السويتشز. لنفترض السويتش موجود في الديفولت برايورتي، يعني 32000 وقديش و768. After doing some STP configuration، انا عملت some STP configuration، we got a new incremental priority. طبعا هذا غلط الرقم، لو قلنا خليناه 89. Under a specific VLAN and became the root bridge for that specific VLAN. Do you know which VLAN this switch is root bridge for؟ هذا ال value بقسمها من الستاندرد اللي ماشي عليه اللي priority تبع لها. مين أقرب ستاندرد أنا عندي؟ بقول له طبعا هو موجود على الديفولت فاليو، مو قايل لك مباشره انه موجود على الديفولت فاليو، فبقول له الديفولت فاليو قديش عندي انا؟ بقول الديفولت فاليو عباره عن 32000 و768 768، هذه الديفولت فاليو صح؟ شو بقول له؟ الفاليو اللي صارت عندي 32768، طب شو بعمل؟ بنقص هذه الفاليو من الديفولت فاليو الموجوده، وراح اعرف هو على اي فيلان هذا الاس تي بي، مو كم الكونفيجريشن تبعه فور اي فيلان موجوده عندي. بقول 32768 798 سوري، ناقص هذه الفاليو، نقص هذا الرقم من هذا الرقم، بكل بساطه ايش راح يكون عندي؟ 70 80 30. اذا هو بيغذي VLAN، هذا البرايورتي هي بتمثل VLAN 30، VLAN 30. أتمنى إنها وصلت. الإكستندد آي دي طبعا انساش، هذا بيكون منتبه له إنه البرايورتي تبعت السويتش بتمشي على ستاندرد 0 والإنكريمنت دائما 4900. لما يكون عندك برايورتي مثلا 4900 أو مناش نقول 5000 وعشرة مثلا 5010، وقلت لك هذا 5010 عندي ديفايس صار البرايورتي تبعيته 5010، هذا لأي فيلان تابع؟ راح تقول لي 5010 ناقص الرقم القريب عندي 4096 صح؟ 5010 راح يكون عندي 20، وهكذا. فهمت عندي؟ بتكون عارف شو الانكريمنت فاليو تبعت السويتش برايورتي، وبدك تقيسها ايش بناء عليها، تنقص من الرقم او النيو فاليو اللي اخذها، راح يحصل لك انه الاس تي بي قاعد بيهندل هذا الترافيك او هاي البريوريتي تبعيته اللي خاصه في فيلان، راح تشوفها بالعمل وراح تفهمها اكثر ان شاء الله. طيب فهمنا هذه النقطه واساسيه جدا. طيب بعد ما فهمنا هذه النقطه، تعال احكي لك عن البروسيس. تعال نحكي عن البروسيس كيف بتصير. فهمنا انه اي سويتش له بريوريتي وإله ماك أدرس، إله priority، إله ماك أدرس. طيب كيف البروسيس بتصير في عملية الإليكشن الأس تي بي؟ أول نقطة بتصير عندي عملية، بيصير عندي إليكشن للروت بريدج، اللي هو الروت بريدج أو بدك تسميه الروت سويتش، بينفع إتس أوكي. الروت بريدج يتم إليكشن تبعه أول إشي مين؟ طبعا كلمة لما تيجي تحكي إليكشن في عالم السويتشنج، دائما حط في بالك lowest is winner، الأقل هو الفائز، lowest is winner. فبتم أول إشي بالاعتماد على البريوريتي فاليو، أول إشي lowest bridge priority، مين الأقل priority؟ تعال نقارن السويتشات ببعض، مين أقل priority؟ هذا 32768، هذا نفس الفاليو، هذا نفس الفاليو، هذا نفس الفاليو، هذا أعلى منهم، هذا راح يطلع من الاختيار. طيب مين التاي بريكر بين الثلاثة إذا كان عندهم نفس الفاليو؟ التاي سكند تاي بريكر اللي بيكسر هذه القاعدة هو lowest MAC address. إذا صار في عندي تشابه في البريدج برايورتي بلجأ إلى الماك أدرس، lowest is winner. بنقارن هسا 2 2 2 هون نفس الشيء، 0 1 0 1 CD CD 0 9. شوف المقارنة تبدأ من الشمال إلى اليمين، مش تبدأ من اليمين للشمال، من الشمال إلى اليمين. 0 2 عندي 2 2 0 1 0 1 CD CD 0 9 مين؟ إذا هذا وينر، إذا هذا طلع. قارن هذا سويتش بهذا السويتش، نفس الشيء 0D مين أقل برايورتي؟ هذا وينر، هذا طلع. آخر واحد قارنه راح يطلع مين؟ هذا الوينر. إذا سويتش 1 راح يكون عندي
الروت بريدج او الكينج تبع الشبكه نسميه ملك الشبكه، ملك الشبكه سميه. اذا هو راح يكون عندي الروت بريدج، تمام، حددنا مين الروت بريدج في الشبكه. الخطوه الثانيه تحديد ايش اسمه الروت بورتس. طبعا هذا الروت البقيه السويتشات بسميهم نون روت بريدج. شو بسميهم؟ نون روت بريدج. بسميهم نون روت بريدج. خليني احط لك عليهم اساس نون روت بريدج، وهذا راح يكون نون روت بريدج، وهذا راح يكون نون روت بريدج، تمام. اذا هذول نون روت بريدج. النقطة الثانية لازم تحدد، دائما تذكر روت بريدج مين يحدده؟ اللوست برايورتي. إذا صار تشابه برايورتي مين بيكسي هذا الشيء، بيكسر هذه القاعدة؟ اللوست ماك ادرس اللي هو التاي بريكر لهذا الموضوع. النقطة الثانية إنه لازم أحدد الروت بورتس، الروت بورتس، وهي البورتس اللي موجودة على النون روت بريدج واللي بتعطيك لوست باث كوست تو ذا روت بريدج. أجين هي بورت روت بورت موجودة على النون روت بريدج، مش على البريدج، على النون روت بريدج، واللي بتعطيك the lowest path أو path cost إلى مين؟ إلى السويتش. نيجي واحدة واحدة على كل ديفايس. نيجي أول إشي ندرس مثلا هذا اللون جميل. طيب نيجي على سويتش 2 مثلا على سبيل المثال، نفترض أنا واجد عندي سويتش 2. السويتش 2 عنده بورت هاب بيوديه للروت بريدج، بيوديه عنده البورت هاب، هذا البورت بيوديه للروت بريدج بيوديه. طيب هذا البورت بيوديه وهذا البورت مين؟ طيب مين يختار السويتش نون؟ هذا السويتش يختار هذا البورت لحتى يصل للسويتش، ولا يختار هذا البورت لحتى يصير الحاكم مين؟ أول قاعدة في إنك تحكم فيه إنه مين يختار هذا البورت ولا هذا البورت، هي least cost، البورت واللي أقل cost راح يتم اختياره، البورت واللي أقل cost راح يتم اختياره. وعلى موضوع الكوست نحط هون full stop، نوقف ونروح نفهم شو يعني cost، بعدين نرجع نكمل. ركز معي، هذه المواضيع مرتبطة في بعضها البعض ولازم تكون دقيق فيها. نروح للكوست. ايش الكوست؟ الباث كوست ميثودز، الباث كوست بيتم حسابه في عندي تو طريقتين اساسيات في عالم السويتشنج. الطريقه الاولى بيسموها شورت ميثود، والطريقه الاخرى بيسموها اللونج ميثود. على السويتش بتقدر تحدد هل يتم احتساب باستخدام هذه الطريقة، وهذا في كوماند بسيط spanning tree path cost method، وقول له استخدم الشورت أو اللونج. طب شو الشورت وشو اللونج؟ في الشورت ميثود وهي القديمة واللي هسه حاليا قاعدين put it outside I don't need it، لأنه فيها إنها على السرعات العالية is not supported يعني بشكل جيد. تستخدم 16 bit base value for the default port path cost. أوكي، ثاني شغلة إنها صممت في عام 1998 لما كانش عندي سرعات عالية، فما كانتش مراعية الكوست للسرعات العالية، مثل اللي نحكي هسه صار عندي 100 جيجا وهكذا، فما كانت هذه الميثود بتراعي السرعات العالية. Originally calculated by the formula التالية، أول ما طرعوا هذه الطريقة قال لك أنا بدي أحسم الكوست للإنترفيسز أو البورت الموجودة عندي باستخدام هذه الفورمولا. أول ما طلعوها قال لك 1 جيجا بايت مقسومة على الباندوث، 1 جيجا بايت مقسومة على الباندوث. فعلى سبيل المثال الأربعة ميجا بايت، لو قلت 1 جيجا بايت على 4 ميجا بايت، 1 جيجا بايت يعني 4000 على 4، 4000 ميجا بايت، 1 جيجا بايت 4000 على 4 بيعطيك فاليو 250. طيب 10 ميجا بايت 1000 على 10 بيعطيك 100
يعني 10 ميجا بايت اللي هو الايثرنت، ال 100 ميجا بايت فاست ايثرنت، جيجا ايثرنت 10 جيجا ايثرنت. لكن لما نفس الشيء وصلوا ل 16 يعني 1000 على 16 بيعطيك تقريبا 62 ونص، اعطاك اياها 62. اوكي، بعدين عندك العالميه اتغيرت الفاليو، 1000 عندي مقسوم على 100 ما بيعطيني هذا الفاليو. لما وصل السرعات يعني لما وصل صار يظهر عندك سرعات كبيره، مثلا عندك الواحد جيجا والتو جيجا، هذه الفورمولا نفعت لاول 3، لكن هم رجعوا بعدين غيروا في الفاليو تبعيتهم. ليش؟ لانه بقول لك اتس نوت، يعني هسه 1000 على 100 10، طب انا شو ظلل لي للواحد جيجا ولا الاثنين جيجا وال10 جيجا؟ وبعدين بدي يظهر عندي هسه 100 جيجا، وفي عندي 15 جيجا و20 جيجا و30 جيجا و40 جيجا و60 جيجا. طب شو الفاليو لازم اعطيهم هذا الشيء؟ قالك هاي الفاليو مع السرعات العالية مش راح تكون فير، مش راح تكون عادلة، لانه هون ال10 جيجا والاعلى منها كل اشي اعلى منها قالك راح تريتد از 2، الفاليو تبعيتهم او الكوست لاي انترفيس السرعة تبعيته 10 جيجا او اعلى راح يتم تريتها باخر فاليو موجود عندي واللي هي قديش؟ 2. هسا عندي داتا سنترز، عندي سرعات مخيفة، فبالتالي عندي عامل اعطي البورت اللي سرعته 10 جيجا بت بير سكند نفس الكوست اللي بورت تبع الموجود عندي 100 ميجا بت بير سكند، 100 جيجا سوري 100 جيجا بت بير سكند، اتس نوت فير. فهذه الفورمولا بعد هون صار يعدلوا بالفاليو حتى انهم يطلعوا حالهم من هذه المشكله اللي صارت، لكن للاسف الشديد صارت سرعات اكثر اعلى واعلى واعلى، فبالتالي مع الوقت انه هذا الشورت باث يعني بقول لك اتس نوت ريكومندد تو ماتش تو يوز ات في عندك environment high speed. طبعا هي الديفولت شغالة على السويتشز، أغلب السويتشز، لكن السويتشات الحديثة مثل النكسس سويتشز اللي بتشوفها بالداتا سنترز راح تكون شغالة بهذه الميكانيزمز اللي هي اللونج ماب اللونج ميثود. اللونج ميثود بتحسب العلاقة باستخدام 20 تيرا بايت بير سكند على الباندث. لما تحسبها 20 تيرا بايت يعني 20 مليون على 4 بيعطيك 5 مليون، وهكذا راح طبقت على كل الفاليوز راح تعطيك كل الفاليو صحيحه وما فيها اي مشاكل. 20 تيرا بايت مقسوم على 10 جيجا راح يعطيك 2000 بالضبط. فهذه العلاقه اللي صار حاليا بيستخدموها في السرعات العاليه. طبعا هذه الديفولت على اغلب الكاتاليست سويتشز، لكن هذه الديفولت على النكسس سويتشز الموجود في الداتا سنترز اللي فيها سرعات عاليه، وانا لازم اكون فير لما اعطي الكوست افرق انه في عندي هذا والله 1 جيجا الانترفيس او هذا 10 جيجا، ويكون في فرق بيناتهم واضح بحيث انه ما يعني اظلم الانترفيس او تكون هذه الطريقه فير في عمليه الانترفيس. يعني ممكن يكون عندي اسبب مشكله اني اعمل لما يصير عندي حسابات الاس تي بي يصير عندي البلوك على الانترفيس اللي 10 جيجا والانترفيس 1 جيجا ظل شغال. طب انا ما استفدتش من 10 جيجا وظل استفدت من 1 جيجا، ففكره بتسبب لك مشكله. فبالتالي اللونج ميثودز اتس ريكومندد لما يكون عندك هاي سبيدز في السرعات، يعني عندك لينكس 10 جيجا و20 جيجا و30 جيجا ممكن تغذي الشبكه تبعيتك، لا روح استخدم اللونج ميثود حتى يكون يتم اعطاء البورتس الفاليو الحقيقيه او الفاليو اللي بتميزها عن البورتات الاخرى المختلفه عنها في السرعه. تمام. اما الشورت ميثود اذا كان عندي سرعات وايد اتس يعني عادي اوكي تو يوز ات، وهي الديفولت على الاغلب الكاتاليست سويتشز. عملية تحديدها إذا حبيت يعني إذا حتى كنت عندك مثلا كاتاليست هو شغال بالديفولت على الشورت حبيت تنقله يستخدم اللونج ميثود، بتروح على الكونفيجريشن مود بكل بساطة تقول سبانك 3 باث كوست ميثود لونج وهكذا. فهمنا الباث كوست. إذا في عندنا ديفولت فاليوز راح اعتمد انا هسه نفهم الموضوع الى على الشورت ميثود، ونفس الشيء لو طبقت نفس الشيء، بس خلينا نمشي على الموست كاتاليست سويتشز لانه راح نشتغل على كاتاليست سويتشز احنا في الكونفيجريشن. نشتغل على الشورت ميثود. طيب اذا انتبهنا هذا عندي ايثرنت، الايثرنت قديش؟ هاي الشورت ميثود فاليوز. الايثرنت عباره عن 10 ميجا بت بير سكند، قديش الكوست تبعيته؟ بقول لك محدده من الاي تريبل اي 100. اذا هذا الكوست تبع الانترفيس قديش؟ البورت، البورت وليس الانترفيس، انا بركز على البورت لانه في فرق بين البورت والانترفيس اللينك يعني قصدي. ها
هذا 100 الفاليو تبعيته 100. طيب هذا فاست ايثرنت، الفاست ايثرنت قديش الفاليو تبعيته اللي هو 100 ميجا؟ 19. هذا 19. طيب تمام، اذا 19. بس انتبه معي انه هذا المسار الفاليو راح تكون الكوست كاملة لهذا المسار، كاملة راح نكمل هون. طيب الانترفيس هون فاست ايثرنت راح يكون برضو 19 الفاليو تبعته البورت. طيب البورت اللي هون جيجا ايثرنت قديش الجيجا؟ 1 جيجا، 4 الفاليو تبعته. والجيجا الثاني هون راح يكون 4 الفاليو. بعدين هذا عندي فاست ايثرنت الانترفيس هاد 19، وهذا الانترفيس 19، وهذا 19، وهذا 19. عرفنا الفاليو لكل انترفيس موجود عندي، هذا هون 100. طيب كيف بيحسب هسا؟ لسه ما كملناش الروت بورتس، قلنا الروت بورت هو البورت موجود على النر روت بريدج، واللي بيعطيني اقل كوست الى الروت بريدج. طيب قلنا سويتش 2 على سبيل المثال بدي يصل للسويتش 1، في عنده هذا المسار وفي عنده هذا المسار. تمام كيف بيحسب الكوست؟ بيقول لك الكوست، هذه النقطة حطها في بالك، حطها بين تو كوتيشن، هو الكوست للاوت كومينج انترفيسز، الكوميوليتيف يعني التجميع، القيمة التجميعية للكوست للاوت كومينج انترفيسز وليس انكومينج انترفيسز. الانكومينج انترفيسز دو نوت، ما بحسبها. ها الكوست ايكوال السم اوف outcoming interfaces أو outcoming interfaces أو port، نحكي port cost، port cost. ركز لي على هذه الجملة، كيف يعني أنا ممكن أحسبها؟ كالتالي نيجي نين على المسار هذا، أنا حتى أصل لسويتش لابد أطلع، هذا بالنسبة للإنترفيس مني، إذا بدور على المسار هذا، هذا الإنترفيس بالنسبة لي إيش؟ outgoing. هذا الانترفيس بالنسبة للسويتش الثاني ايش؟ incoming، صح؟ هذا outcoming. اي outcome راح يحسب في عملية الباث كوليكشن، باث كوست كوليكشن. اذا هذا قديش الكوست اني حتى اصل هذا السويتش؟ راح تقول لي 100، لانه outcoming قديش؟ 100. طيب المسار الثاني، اذا بدي استخدم المسار الثاني لحتى اصل السويتش الموجودة عندي هون، اي outgoing interfaces راح يصير له عملية ايش؟ جمع. عندي هون outgoing، هذا outcoming 19، هون incoming، هون outcoming خارج، هاي 4 سمعي معي. بعدين incoming outcoming 19، incoming outgoing 19. شو صار عندي؟ 19 و19 و19 و4، صح؟ هذا الباث قديش الكوست كله توتال؟ خلينا 19 في 3، هذه 19 ضرب 3 57 و4 61. إذا الكوست التوتال كوست لهذا الباث 61، التوتال كوست لهذا الباث 100، صح؟ وصلت الفكرة؟ أتمنى هنا وصلت. وتنتبه انه outcoming interfaces summation of outcoming interfaces. اذا مين الروت، مين الاقل كوست؟ اللوست دائما is preferred في الان هذا، ورغم انه هذا جنبه، ولا هذا راح يحط الروت بورت؟ راح تقول لي لا، راح يحط هذا is the root port. اذا مباشره بيعين هذا ايش؟ as a root port. تاكد ايثرنت، ايثرنت 100 19 و4 19 19، مظبوط. اذا راح يصير عندي البورت الموجود عندي هون ايش؟ is the root port. رغم انه انا حاب، مش حاب يكون هذا الروت بورت، حاب اخلي هذا فاست ايثرنت،
خلي هذا والله فاست ايثرنت، نفترض ان هذا فاست ايثرنت احسن، مش حابه يكون هيك مسار، بيكون عندي الفاليو قديش عندي 19. طيب نفترض انه هذا فاست ايثرنت، نفترض انه هذا فاست ايثرنت، يكون مكمل ايثرنت اس اوكي، بس انا بدي اخليه بطريقه افضل اريح بالحسابات. طيب هذا 19 وعندي هون المجموع 61، ما مين راح يكون الروت بورت؟ راح تقول لي هذا از ذا روت بورت اللي اقل كوست، راح يقول له هذا البورت لين رقم الاخضر، هذا راح يكون عندي الروت بورت، تمام؟ ليش؟ لأن الكوست له 19 والكوست من هذا الطرف 61، مين؟ إذا هذا ذا روت بورت. ذا سيم دو الأذرز، كل السويتشات الثانية راح تعمل نفس البروسيس. يعني نجينا على السويتش 2 الأوتكومينج انترفيس هون قديش؟ 19 و19، تمام؟ 20 18 38، صح؟ 20 48، 20 38، سوري الفاليو من هون 38 والفاليو من هون عندي 4 و19 و19 38 42، مين راح يكون البورت إلو؟ لا البورت هذا ولا البورت هذا، راح يكون هذا البورت، هذا راح يكون عندي كمانة الروت بورت موجود عندي هون. طيب السويتش الموجود عندي هون الكوست لحتى يصل روت بريدج قديش عندي؟ 19 و19 38، من هون 4 و19 و19 38 42، راح يكون هذا البورت أكيد، لأنه أقل بيكون 38 لأنه كل من الطرف هذا راح يكون عندي 42. إذا بقول هذا بالنسبة لهذا راح يكون هذا الروت بورت، لكن الأخير هنا 19 ولكن من هون إذا راح 19 outgoing interfaces 19 4 بعدين 19 بعدين 4، لازم نقول هذه 100، هذه 19 اوكي تمام. تمام فمين راح يكون انترفيس بالنسبة له؟ اكيد هذا الانترفيس راح يكون الروت بورت. اذا حددنا الروت بورت، اجين حددنا الروت بورت، فهمنا هذه الفكرة كيف انهي. اذا اول اشي المسار اللي بالاقل كوست الى مين؟ الروت بريدج، على الموجود على النون روت بريدج هذا بسميه الروت بورتس. الروت بورت هذا الروت بورت تبعه، هذا الروت بورت تبعه، هذا الروت بورت تبعه، وهذا راح يكون الروت بورت تبعه. اتوقع المفهوم واصل وسهل وبسيط للغايه. طيب نقطه اخرى، هلا بعد ما يحدد الروت بورت راح يحدد شيء. طبعا اذا صار عندي تاي بريكر راح يكون lowest forwarding ID ماك ادرس، راح احكي لك عنها هذه ان شاء الله في special case. طيب بعد ما يحدد الروت بورت راح يحدد شيء اسمه designated port are identified. designated port are identified، شو designated port؟ هي البورت اللي قادر على تمرير البي بي ديو عندي في الشبكة، البورت القادر على تمرير البي بي ديو عندي في الشبكة. أول شغلة دائما أعرف إنه على الروت بريدج دائما البورتات تبعيته عبارة عن designated port، نسميها designated DB، يعني designated port. دائما أول شغلة بحطها في بالي البورتات الموجودة على الروت are designated. طيب هاي designated وهذا إيش؟ designated. طيب بيجي عندي هاد مين؟ نفحص البورتات. طبعا اكيد اي روت بورت، اي روت بورت راح يكون المقابل له designated port، اي روت بورت راح يكون المقابل له ايضا designated port، يعني لانه الروت بورت لحتى يصل عندي لابد يكون عندي هون designated port، وهذا هون لابد يكون عندي designated port. ليش designated؟ لانه قادر، لانه هذا الديفايس اجباري لحتى يصل الروت بريدج يمشي من هذا الطرف، فهذا لابد يكون designated port يقدر يفرود له البي بي ديو او الترافيك اللي بينه وبين الروت بريدج. بيظل عندي مين بصف هذه السيجمنت؟ هذه السيجمنت مين راح يكون designated؟ هذا ولا هذا؟ ارجع اتذكر بالديزجنيتد اول اشي بتحط في بالك اللي على الروت بريدج دائما البورتات تبعيته ايش؟ designated port. دائما اي بورت مقابل للروت بورت بده يكون designated.
اي بورت مقابل للروت بورت لابد يكون ديزجنيتد، ما مستحيل يكون ايش بلوكينج، مستحيل يكون بلوكينج. تمام، فانا عندي هون روت بورت مباشر عقباله بحط ديزجنيتد، هذا عندي روت بورت مباشر عقباله بحط ديزجنيتد لازم. طيب بيظل عندي هاي السيجمنت المحتار فيها، هل هذا راح يكون ديزجنيتد ولا هذا ديزجنيتد؟ ما هو المسار منه هون والمسار هون، شو اللي بيحدد هذا؟ هسه الليست كوست، اول اشي بشوف الكوست لهذا البورت لحتى يصل الروت بريدج، وهذا الكوست لحتى يصل مين الاقل. لو مشيت عن البورت هذا وطلعت قديش الكوست؟ 19 و19 38. لو جيت هون 19 و19 38 نفس الكوست. طيب ايش الحل؟ شو التاي بريكر في هذا الشيء؟ lowest forwarding switch ID، بلجهل هذا الـ switch forwarding ID وبقارن الـ priority والـ MAC address تبعه بالـ priority والـ MAC address الآخر. اللي أقل هذا البورت تبعه راح يكون designated port. قارن لي هون الـ priority نفس الشيء، الـ MAC 2 2 2 2 0 1 0 1، CD 8 8 8 8 C7، مين الأقل؟ هذا الـ win. فبالتالي هذا البورت راح يكون إيش؟ designated port. والبورت الأخير عندي مين؟ هذا راح يكون البلوك بورت. هذا البورت راح يكون عندي في حالة البلوكينج. هاي البروسيس بكل بساطة تبعيت السبانينج تري بروتوكول. أول إشي حددنا الروت بريدج، بعدين حددنا الروت بورتس على كل سويتش اللي هو البورت اللي بيوصله للسويتش بأقل تكلفة. إذا صار في عندك تاي صار تكلفة، يعني لو كان على سبيل المثال المسار اللي من هون والمسار اللي من هون التكلفة متساوية، راح تلجأ للوست دائما سويتشينج اي دي، هذا تاي بريكر. يعني بشوف الاي دي هذا والسويتش اللي عقباله مين أقل تكلفة، راح يكون هو الوينر از روت بورت. نفس الشيء في الديزجنيتد. الديزجنيتد اول شغلتين فهمتهم في بالي احطهم دائما، انه على الروت بورت على الروت بريدج الكينج تبعنا دائما في عندي ديزجنيتد بورت، ودائما البورتات تبعيته دائما ديزجنيتد، مستحيل يكون بلوكت او روت حتى. واي انترفيس مقابل للروت بورت لابد يكون في حاله ديزجنيتد. هذا الروت بورت اللي عقباله مباشرة designated، هذا root port عقباله مباشرة، لأن هو اللي راح يوصله. root port هذا هو البورت اللي راح يوصل الترافيك من هذا الانترفيس مسار هذا السويتش إلى الروت بريدج وهكذا. آخر إشي تحديد designated port والblock port. أول إشي قلنا إن مثلا هذا المسار أول في أول قاعدة راح أمشي عليه lowest traffic أو lowest cost، راح ألاحظ الكوست من هون والكوست من هون متشابهة، بعدين بلجأ مين السويتش اللي بيحمل أقل bridge ID. bridge ID يعني أول شيء قارن priority ببعض، إذا متساوي أنتقل إلى الماك أدرس وأقارنه ببعض. هذه بكل اختصار. نيجي على بس special case أعطيك إياها لتفهمها بشكل سريع. special case كالتالي، افترض إنه عندك الرسم الموجودة عندي بالتالي، هذه special case أو tie breaker، the last tie breaker في عملية ال election بيسموه ال port ID. متى بيحصل عندي هذا ال port ID؟ لنفترض هذا السيناريو الموجود عندي بالتالي، مين ال route bridge بينات هذول؟ راح تقارن أول شيء MAC address، sorry أول شيء نقارن ال priority، هذا 100 100، بعدين بقارن ال MAC address، مين أقل MAC address؟ هذا D1، هذا راح يكون مين عندي؟ ال route port bridge. root bridge. تمام، هاي اول شغله. بعدين انا برجع السويتش الموجود عندي هون، طبعا مباشره بعرف انه هذا راح يكون دائما البورتات على السويتش بتكون في حاله designated، designated port. خلص سلم، هذه مسلمه مش راح نختلف عليه. نيجي على السويتش هذا، مين الروت بورت تبعه؟ راح يكون F01 ولا F04؟ مين الروت بورت تبعه؟ راح يكون F01 ولا F0؟ كيف يتم تحديده؟ قلنا اول شيء الكوست، الكوست له على هذا الانترفيس 19 والكوست له على هذا الانترفيس 19، متشابه. طيب في عندي مشكله. طيب النقطه الثانيه بدي اقارن، قلنا السويتش البريدج اي دي، البريدج اي دي ايش؟
اللي هو الماك ادرس والاي دي الماك ادرس والبرايورتي. طب هم هذول الانترفيس موجودين على نفس السويتش، يعني راح يقارن نفسه بنفسه، يعني الماك ادرس للانترفيس هذا بقول لك ما انا موجود على السويتش هذا، هذا الماك ادرس تبعي، بقول لك انا هذا الماك ادرس تبعي متشابه والبرايورتي انا هاي متشابه. طب شو التاي بريكر في هذه الحاله؟ بقول لك في هذه الحاله اللي صارت هذه الحاله او هذا الكيس، التاي بريكر something we call it port id، والبورت اي دي عباره عن 2 بايتس بتضم 4 بت برايورتي، والديفولت برايورتي موجودة على البورتات عبارة عن كل البورتات الموجودة عندي على سويتشز 138، وعبارة عن 4 بت او سوري 12 بت انترفيس ايدنتيفاير. انترفيس ايدنتيفاير ركز معي، 4 بايت بورت اي دي برايورتي و12 بايت انترفيس ايدنتيفاير. طيب الديفولت اذا يعني كل انترفيس عندي هون راح يكون له شيء اسمه برايورتي وراح يكون له شيء اسمه انترفيس ايدنتيفاير بالضبط. طيب الديفولت نعتبر هذول موجودين على الديفولت، طبعا تقدر تغير الفاليو، كل شيء بتقدر تغيره في السويتشنج. اذا نعتبر اذا البرايورتي تبعته 128 هذا البرايورتي تبعته 128، هذا البرايورتي 128 اذا بحاول اقارن بيناتهم 128 موجودين على الديفولت. لو كان هذا البرايورتي 1 وهذا كان 128 راح يختار هذا الانترفيس تو بي ذا روت بريدج او سوري ذا روت بورت، ذا روت بورت اذا الروت بريدج. طب افرض متشابهين، مين لاست تايب بريكر؟ انترفيس ايدنتيفاير. كيف احدد الانترفيس ايدنتيفاير؟ راح يطلع على الانترفيسز المقابلين، هذا الانترفيس وهذا الانترفيس. طبعا كل انترفيس له ايدنتيفاير، تسميه الايدنتيفاير للانترفيسز بتكون بالشكل التالي. اذا مفروض انت عندك سويتش عليه انترفيسز F01 F02 كالتالي F02 F03 F04 وهكذا، كيف بيعطيهم انترفيس ايدنتيفاير؟ دائما بيعطي الانترفيس بيبدا من البدايه بيعطيه هذا ايش ايدنتيفاير مقداره 1، نفترض هذا F00 وهون هون F01 هيك الانترفيسز مسمياتهم على السويتش كالتالي. الاف 00 راح يعطيه ايدنتيفاير مقداره 1، الثاني هيك بالتدريج بيعطيهم 01 راح يعطيه ايدنتيفاير 2 حسب عدد السويتشات حسب عدد الانترفيسز والنيم تبدا عندك الانترفيسز. هون راح يعطيه 3 والبورت الثالث راح يعطيه 4 وهكذا. هذا بشو بسميه انترفيس ايدنتيفاير، انترفيس ايدنتيفاير تمام. فدائما الاقل انترفيس يعني انا عندي F05 وF05، F05 راح يعطيه 4 5 6 الايدنتيفاير، F08 راح يكون الايدنتيفاير تبعه 7. فمين اقل ايدنتيفاير، هذا ولا هذا؟ راح تقول لي هذا الاقل ايدنتيفاير، فبالتالي اقل انترفيس راح يكون راح يحدد هذا البورت از ذا روت بورت، وايش كمان عندي راح يكون هذا البورت اكيد في حاله البلوكينج، حاله البلوكينج. تمام وصلت معي هذه الفكره؟ اتمنى انها وصلت. لو تكتب مثلا شو سبانينج تري راح تشوفوا هذا في كله في اللاب، راح تشوف تستكشف كل هذه الاشياء، راح تلاحظ انه في هي البرايورتي دوت نمبر، البرايورتي نمبر دوت الانترفيس، النمبر هون مقصود فيه الانترفيس ايدنتي. لاحظ انه معطي F01 معطيه فاليو 1 مثلا، F02 اذا كان عندك الانترفيس تبدا من F00 راح يعطي يبدا 1 2 3 وهكذا، اذا بتبدا من F01 راح يعطي 1 2 3 وهكذا، هذا على سبيل المثال. فدائما الانترفيس الاقل اي دي هو راح يتم اختياره او ذا لاست تايب بريكر في السبانينج تري، هذا بسموه البورت اي دي، وهي سبيشال كيس خاصه فيه. فاتمنى ان وصلت هذه الفكره بشكل سريع. اذا فهمنا البروسيس، فهمنا الالكشن كيف بيكون، فهمنا الميثودز. احكي لك بس شغله سريعه for your information،
وننتقل على الجزء اللي بعده، نحكي عن الـ States وأنواع الـ Ports وأنواع الكلام والـ Convergence Time اللي خاص فيه. لازم نخلص الـ Protecting STP، خلص الـ STP اليوم. طيب، أو خد وقت كثير معنا اليوم، تمام. أو خلينا نقف لهون إن شاء الله اليوم، نكمل موضوعنا في كلامنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله. راح نكمل في المحاضرة القادمة، بس أعطيك هسه هذه المعلومة ونطلع مباشرة نتكلم في المحاضرة عن البورت ستيتس تبعت الـ STP، وراح نتكلم عن أنواع الـ versions الخاصة في الـ STP، ونحكي عن الـ Rapid Spanning Tree Protocol، ونبدأ في اللاب تبعنا. أنا مجهز اللاب، راح يكون لاب جدا رائع في كثير من المفاهيم والمعلومات. طيب خليني أكمل آخر معلومة أنا بدي أحكيها هلأ، حبيت أفيدك فيها for your information. في إشي اسمه Cisco Switchboard Color Codes، Color Codes تبعت للسويتشات هلأ، أو حتى الراوترز عليها Color Codes، راوترز عليها Color Codes. بس إيش الفايدة من هذا الموضوع؟ دائما لما تكون تشتغل في الانفايرمنت، في إشي السويتش راح تلاقي في الجنب تبعه إشي اسمه Color Codes، او مثلا indications او indicators، مثلا sys rps زي ما انت شايف هنا عندي، هذه مثلا sys، وعندي rps، عندي state، duplex، speed، هذه زي ما انت شايفهم indicators على السويتش، ممكن يعطوك معلومة عن اذا صار عندي مشكلة معينة في السويتش، انك انت تفهم السويتش. مجرد you have just looked to these indicators راح تعرف شو نوع المشكله ممكن يعاني منها السويتش. طبعا اغلب هذه المشاكل انا بتكلم تكون ممكن مشاكل هاردوير، يعني مشاكل عندي او مثلا physical connection، نوع الدوبلكس، في عندي different في الدوبلكس، في عندي different في السبيدز، عندي مشكله في الباور سبلاي الموجوده على الديفايس، وهكذا. فهذه شيء جميل جدا انك انت عارف الموديولز، اذا انت بتشتغل في شركه وتشوف السويتشات الموجوده عندك، واعرف شيء اسمه هاردوير انستليشن جايد. افري ديفايس على اللي عندي في السويتشنج له شيء اسمه هاردوير انستليشن جايد. هذا الجايد الهدف الاساسي والرئيسي منه انه يعطيك انديكيتس اذا في مشكله معينه، يعني بيوضح لك، اسف، الهاردوير انستليشن جايد بتلاقيه الجايد تبع الديفايس، فيه كل معلومات الديفايس وفي معلومات عن الكلر كودز. يعني هسه على سبيل المثال ناخذ مثال بسيط جدا، شايف هذه السيس بيقول لك اذا ظهرت في لون الجرين معناته السيستم شغال واموره تمام. سيستم اختصار لسيستم، السيستم ليد اللي هون اذا شفته باللون جرين اخضر معناته السيستم شغال عندك اوبريتنج نورمالي وايفريثينج اوكي. إذا شفت باللون الأمبر يعني أورنج برتقالي معناته في عندك مشكلة في الباور، عندك مشكلة في الباور. إذا شفت طافي معناته ديفايس تبعك is unplugged، يعني مش plugged بالباور تبعي السيستم، فبالتالي لازم تتأكد من هذا الشيء. شوف هذه indicators يعني جيد إنك تكون عارفها. مثلا نروح على RBS، RBS اختصار redundant power system، إذا الديفايس عنده redundant power system. طبعا اذا مثلا كان عندك green indicates that the RBS is up and running، شغال امور تمام green. اذا كان شفته light if the RBS is off معناته في عندك مشكلة في الباك اب باور سبلاي، في عندك مشكلة في الباور مثلا. مثلا اذا عندك شفته flashing يعني بيعطيك green وبيطفي، بيطفي وبيشغل green برضه بيطفي، معناته في عندك ال RBS connected but the power supply to another device but is providing power to another device. اذا شفت amber يعني orange led tells you the device is standby mode. indicators انا بس بحكي لك الهدف منها، حبيت نوضح لك. حتى البورتس يعني انت شابك مثلا على F00، هذه هون في عندك ايش اسمه، هذه بسموها بورت indicators. اذا شفته عم بيضي وبيطفي معناته انه البورت في عندك مشكله على هذا البورت، روح شيك على الكونفيجريشن، شيك شو شغلك كيف صح او لا. فهذه الالوان مهمه، يعني هو غالبا بيستخدم اللون الجرين والاورنج، واذا كان في مشاكل مثلا بيكون في لون الاورنج، او اذا كان عندك جرين باضي وبيطفي الجرين، اذا شفت على الانترفيس لون الجرين عم بياضي وبيطفي، عم بياضي وبيطفي معناته في عندي مشكله، في عندي مشكله على هذا الانترفيس او مشكله في اي من هذه الانديكيتورز الموجوده او الكلر كودز.
مثلا في الدوبلكس، مثلا the port light is used to indicate the duplex mode is activated. If the duplex mode is green معناه انه البيت turned off and half duplex. If you see a green light then all the ports that are turned off are in half duplex mode. A green LED also means the port is considered full duplex. A green light يعني إذا كانوا خافت أخضر خافت نحكيها بيكون half duplex. إذا كان أخضر يعني شديد أو خضار شديد راح يكون. فهذه indicators. طيب كيف ممكن أعرف أنا روح شوف البلاتفورمز الشغالة عندك في الشركة وروح مثلا على كل واحد، مثلا هذا رابط بيعطيك indicator colors اللي خاصة بال كاتاليست 2960. لو دخلنا على هذا الرابط هي اللي هو شو اسمه هاردوير انستليشن جايد الخاص بالكاتاليست 2960. لو نزلت هون بعطيك معلومات كثير 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 كثير، وشو البورت وعدد البورتات والدول بدي الانديكيتورز بدي الكلر انديكيتورز بحكيها بالتفاصيل. انا بعطيتك فقط مثال. هاي بيقول لك شو اسم كل واحد منهم، هذا الواحد اسمه سيستم ليد الار بي اس ليد دوبلكس ليد وهكذا. هاي بيقول لك بالسيستم ليد اذا كان اوف معناته السيستم از نوت باورد اون، السيستم اوبريتنج نورمالي، اذا امبر از ريسيفينج بات اتس فانكشنينج بروبابلي او بشكل صحيح. طيب هاي مثل ار بي اس ليد indicators planking يعني planking عم بياض يطفي amber وهكذا. ف يعني جيد انا ممكنش تحفظها يعني بس افهم شو الindicators موجودة عندك يعني كل system. يعني اذا اساس انه انت كنت في الانفايرمنت طلعت على السويتش وانا شفت البورت عم باضي بيطفي تعرف انه داون الشبكه تركض تروح تعمل شيك على الامور. مرات تكون موجود في نحكي الداتا سنتر تبع الشركه وباي انديكيت طلع الديفايسز تعرف انه هذا الديفايس البورت الفلاني بدون ما اعمل انا ترابل شوتينج عم يعطي اورنج وعم يطفي او ياض يطفي الاخضر فيه. اذا هذا الانترفيس هون المشكله موقفه عنده، مباشره بدخل على هذا الديفايس وبشوف الانترفيس اللي هو عم يعطيك السيجنال اللي هي الخاطئه. ف indicators هذه جيده انك تتعلمها as you are engineer او site engineer وبرضه network engineer او حتى professionals. هذه الالوان جيد تعرف السيسكو indicator colors وما هي يعني شو الانديكيشن لكل واحد منها. هون بنكون ختمنا الجزء، كنا حابين نخلص اكثر من هذا الجزء لكن الوقت لم يسعفنا. نلتقي ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله، يعني لاكمال حديثنا في السبانينج تري والكونفيرجنس تايم. كلام كثير جدا لكن ان شاء الله نسال الله يعني نشرح الامور بشكل وافي بحيث انه ناخذ الكورس لمستوى السي سي اي. هذا هو يعني فكرة من هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.